الكرامة والحرية ولا بخزلنا راعية الكرامة والحرية ولا بخزلنا راعية الكرامة والحرية ولا بخزلنا راعية. مع الأسف أن الشبكة المغربية اليوم يعني كتخرج في مختلف مناطق المغرب، عندنا 60 محطة في العديد تاع المدن والقرى، والسبب بالطبع هو ما تعيشه بلادنا من يعني زيادات في الأسعار الصاروخية. وأنا في رأيي ما غاديش نتوجه لا للحكومة ولا المسؤولين على مستوى الدولة، أنا غادي نتوجه للجماهير الشعبية وغنتوجه للشعب المغربي. هاد السياسات اللي هي سياسات تفقيرية للفقراء، ويعني اللي كتزيد إغناء الأغنياء. الاحتجاج هو الحل المناسب والأنسب مع هاد الدولة هذه ومع هاد الحكومة. الاحتجاج هو اللي يقدر يخرجنا من هاد الأوضاع اللي كيعيشها شعبنا شبانا وشابات ونساء ورجالا و عاملين وعاملات ومعطلين ومتقاعدين. هذه الوقفة داعية لها الجبهة الاجتماعية المغربية، وكنحضروا لها للتعبير أولا على الاحتجاج ديالنا ضد السياسات التفقيرية، السياسات العنيفة ديال السلطة في المغرب، السياسات ديال التفقير، ديال البؤس، ديال ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، السياسة اللي وصلت المغاربة إلى أوضاع متردية ديال البؤس وديال الفقر وديال الحاجة. السياسات حنا اليوم جينا باش ندينوها وباش ندينو أيضا المسؤولين عليها من كل المتنفذين في هذه البلاد والمتسلطين على هذا الشعب المغربي اللي كيزداد غنى يوما عن يوم على حساب الشعب المغربي، على حساب الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية. هذه الفئة المتنفذة والتي تقتني بشكل غير مشروع هي المسؤولة على هذه الأوضاع. نحن اليوم لندينها ولنعبر عن أننا مستمرون في النضال سواء كجبهة اجتماعية أو كل تنظيمات المنضوية فيها من أجل مغرب آخر، مغرب الديمقراطية، مغرب حقوق الإنسان، مغرب الكرامة ومغرب العدالة الاجتماعية. حنا خرجنا كنعبروا على الاحتجاج ديالنا لهذه الحكومة اللي داك البرنامج الانتخابي ديال دابا ثلاثه الاحزاب يعني متحكمين، عندهم اغلبيه مريحه. المهم الا بغاو يطبقوا البرنامج اللي كانوا كيهضروا مع الناس، خلاو داك البرنامج في شكل ومشاو كيديروا سياسات اخرى مملات من صندوق النقد الدولي، وحتى داك ما يسمى بنموذج التنموي خلاوه جنب، ما كيهضروش عليه بما له هو ما عليه. اذا حل الأزمة هي خص الدولة والحكومة تشوف لهاد الجماهير الشعبية، لأن في كورونا راه 25 مليون ديال الناس ما قدروش يعيشوا 4 شهور، كتعطيهم الدعم المباشر. إذا كان عليها تستافد وتوجد للناس أوراش ديال الشغل ودير واحد الفلاحه، ماشي اللي داير دابا ديال المخطط الاخضر اللي كيصدروا الاقطاعيين الكبار، كيصدروا الدلاح والافوكا وماطيشه يصدروها ويخليونا حنا.